وواصل فيورنتينا ضغطه وتشكيل الخطر عن طريق غونزاليس الذي أرسل عرضية ممتازة تابعها النجم المغربي يوسف مالح برأسه مانحا فيورنتينا الأسبقية بهدف دون رد. Zales sale anche Sottil, il cross sul secondo palo per Sottil e c'è la rete di Malè, la rete di Malè al 32esimo, il vantaggio della Fiorentina su questo 3.